шагах, где он был великим сервером и сном TV Class. То есть, я не люблю швы, я его всего. Еще два. الحين أنا يعني سويت أكاونت ثاني عشان أورجيكم بس تسوي البداية من أول تدخل تسوي سلاش ريجستر أي باسورد خلاص كنت تمام طيب آخر محاولة بس الحين يعني بس تدخلوا تسووا ريجستر كل مره ثانيه تدخلوا عليه تسووا لوج ان سلاش لوج ان بعدين الباسورد حقكم وح ليش طيب سلاش ريجستر مثلا كذا كذا خلاص تنتهي ايش هذا؟ ايش هذا المدعي؟ يلا الحين انت المفروض يعني المفروض تبدا هنا خلاص بعدين كل مرة تدخل تسوي سلاش لوج ان بعدين الباسورد حقك نسيته يعني شوف في الحين بوريكم كل واربات مثلا في وارب هيل موجب هيل اوكي وارب هيل وارب هيلب هو هنا قريب يعلمك شوف وري كل الوارف موجودين وارف فول وارب بي اس بي وارب لوب وارب اكس بي انا هذول اول ثلاثة بورجيك اياهم اول اربعة مع البي اس بي الحين نروح الفود الفود هنا نجمع اكل روح هنا هذا بيعطيك ستيك تاخذ ستيك تاخذ كل شيء يعني شوف كل انواع الاكل فالحمد لله مو شعب ايش شبعت شبعت وفي بوريك الوار اكس بي توزيع وار اكس بي توقف هنا جمع اكس بي او تروح هنا تجي تشوف الفلة جمع كمان اكس بي يعني بسهولة تسوي تشاتنج وين في الوار ايش نروح وار بي في بي بعدين نروح لوار بلانز بعدين نوريكم النطة والمسبح والزحلقة الحين نشوف هذا الوار بي في بي يعني ممكن تخليه مع ناس تخليهم يبكوا يعني شوف المخل هذا يبكي موت ابكي الحمد لله انا بسيف يعني كم يقتل موت لا عادي صغير توزيع تفضل هدايا مني شوف ايش بيعطيني كيف هم يضربون ليش يا الله احمد هو صديقي زمان موت يلا نشوف اوريكم من وار لاند يعني لانه انا سويت اكونت ثاني عشان اورجيكم فالحين ما عندي لاند بس يلا اوريكم الاصول تبدا تسوي بيوتو او انك تكبس على ايش هذا بس بيتش اوف خرابة الدنيا حقك ما موت بدون ما مهم وارب احسن يعني بوريكم ارض الناس ما اعرف ليش يبون هنا غريب بس هي لان هذي مو ارض ما اقدر اكسر طلع كارت محترمة بنروح الحين وار زحلة اتوقع فيها يح ليش وارب كتبتها بس هي مهم كيف تنكر خلاص ايوه خلاص هذا المكان تروح تزحلق فيه فلة فكرة حلوة انا عجبتني يعني اكثر شيء احبه اني اجيب سفن كمان جمع سفن مجان اعطيني كمان 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 شو بعدين تيجي استعد للحرب تحط هنا نحارب الجيش الإسرائيلي ياس ياس
كراسه، اكبس على الثانيه تنزل، مو زين عندي صار بطلع منها. روح لحالك، روح لحالك. اركب، ايوه خلاص يلا. انا بالطريق وار ايش اسمه كمان، نروح وار ما تكتب تكتب وار وين نطة وين اي كستم ماب وار نسبح، وبعدين ان شاء الله الباقي تكتشفوه في في اي بي والفي اي بي بلس. شوف النطة، يا سلام انا خطير يا اخي، ولا احد يقدر يهزمني. ممكن يعني بس وين نختار. شوف هذه الوار، هو بس تكتب وارب مصبح يجيبك هنا. هذه وارب نقطة، واجهتكم وارب زحلقة. الحين نروح عند الوار كستم ماب، يلا كستم ماب. كستم ماب هي عبارة عن باركور، كون يعني من باركور. شوف يعني تحديد المستوى شاطر، ما شفت شوف من البداية ما أعرف ألعب باركور أبدا. نحاول مرة ثانية، أعوذ بالله. يعني مرة صدت عند هذا الأذر شفتوه مبين صح. أوه هذا هو عبارة، هذا السر حق اليوم، سر تي في كرافت. كنت تكتشفوه راح يعجبكم إن شاء الله. ويلا سلام. بس إن شاء الله قبل ما نروح أنا بوريكم الآي بي وبكتبه كمان تحت، تبغوا تنقلوا من هنا. هذا هو 188.138.91.26 يعني اثنين فوق بعض 27608. نقولوا أنا بكتبه تحت إن شاء الله، إن شاء الله تكونوا فلتوها. سلام.